وكل مباراه الدوري الممتاز او الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي بتقابل النادي الاهلي بيقابل صعوبه، المكسب ما بيجيش بسهوله. لكن في ايجابيات كبيره، ايجابيات ممكن ما تكونش ظهرت على الصوره اثناء المباراه، لكن احنا رصدنا لحضراتكم صور مهمه جدا جدا. صور هعرضها لحضراتكم بعد قليل. صور طول ما هي موجوده في النادي الاهلي انا شخصيا زي ما بقول لحضراتكم انا مطمن على فريق النادي الاهلي. حتى لو رحل ابرز النجوم، حتى لو رحل احسن اللاعبين من النادي الاهلي. دي اول صوره عندنا. الصوره دي هي فرحه دكه بدلاء الاهلي بالفوز على الطلائع، او يعني الهدف الثاني بتاع اجاييه في الدقائق الاخيره. ارجعوا لنا للصوره الاولى لو سمحتوا. الصوره الاولى شوفوا من على اليمين علي لطفي، دي فرحه جماعيه لكل دكه النادي الاهلي والجهاز الفني والجهاز الطبي والبدلاء وكله. هناخدها من على اليمين الاول. الاول علي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي، الحارس الثاني بعد محمد الشناوي. محمد الشناوي دلوقتي في فورمه يعني احسن حارس في مصر واحسن حارس في افريقيا. لما يكون ده شعور علي لطفي الحارس الثاني اللي لما بيلعب في وقت صعب بيأدي فيه وبنشيد بيه، فانت تطمن على اوضه اللبس في النادي الاهلي، تطمن على الروح اللي موجوده داخل فريق النادي الاهلي. تاني واحد محمد شريف. محمد شريف اللي خرج من المباراه وما كانش موفق فيها وما حرزش اهداف. عايز اروق. وحمدي فتحي ايضا اللي اتغير في الشوط الثاني علشان الراجل يبدا يلعب باوراق هجوميه اكتر. فانت النهارده اللعيب لما بيخرج، لا ده انا اهم حاجه عندي الفريق النادي الاهلي، هو مش احنا النهارده مش فرقه النجم الاوحد، ده احنا فرقه النادي الاهلي. اللاعب الاهم عندي في الفرحه ايضا مروان محسن. شوفوا فرحه مروان محسن دي، استحاله فرحه واحد ما شاركش في المباراه تماما، او دي فرحه واحد الجمهور بينتقده خلال الفتره اللي فاتت. شوفوا يا جماعه العلاقه الكبيره بين لاعبي النادي الاهلي، هو ده المكسب الحقيقي، هي دي الصوره اللي انا دايما لما بشوفها حتى لما بنخسر بطوله او نخسر مباراه دايما بطمن على فرقه النادي الاهلي. ده ايضا حسين الشحات. حسين الشحات اللي احنا بنطالب برضه بالمزيد من حسين الشحات، ان هو لعيب كبير لما بيفوق بيفوق فرقه النادي الاهلي ومحتاجينه اكتر معانا فرحته. دي برضه صوره ثالثه فيها علي لطفي، فيها حمزه علاء. حمزه علاء لابس الماسك ده من الناشئين النادي الاهلي، موجود دايما في المباريات، او ياسر ابراهيم، ده ياسر ابراهيم. وعندنا حمدي فتحي. حمدي فتحي برضو اللي خرج النهارده، حمدي فتحي وده كان كلام موسيماني في المؤتمر بعد المباراه. حمدي فتحي يلعب او ديانج يلعب او السليه يلعب، احنا كلنا مطمنين على فرقه النادي الاهلي، هو ده المكسب الحقيقي. وزي ما بقول لحضراتكم يرحل من النادي الاهلي اي حد ولا بيفرق، النادي الاهلي رحل عنه يعني زي ما الناس تخيل ليها افضل نجوم النادي الاهلي وافضل لعيبه النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي على مدار 7 سنين ما كانش بيحقق البطوله الافريقيه. والسنه دي النادي الاهلي بيحقق البطوله الافريقيه بعد غياب 7 سنين بلاعيبه رجاله، لعيبه، هو ده المكسب الحقيقي بتاعنا. الوحده، اوضه اللبس، اوضه اللبس اللي دايما لما بنشيد بالروح دي بنشيد ايضا بالكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ اللي عامل روح ما بين اللعيبه، دايما اسره واحده، هي دي اسره النادي الاهلي. وده طبعا هدف رائع لاجاييه. كل لعيبه النادي الاهلي النهارده اللي هيكون مع الكابتن امير توفيق في تساؤلات كتيره عن اللعيبه والحاجات اللي بتطرح دلوقتي في الاعلام الرياضي، هيكون فيها تساؤلات كتيره، هو ده اجاييه. اجاييه ما شاء الله يعني اللي كان متالق او من نجوم المباراه. وايضا محمد الشناوي. محمد الشناوي يا ريت تعرضوا لنا لقطات لمحمد الشناوي. محمد الشناوي اللي انا بعتبره دلوقتي من افضل حراس المرمى في افريقيا، مش في مصر بس. وبالمناسبه انا قلت السؤال ده لميشيل يانكوني، بقول له محمد الشناوي افضل حارس في مصر؟ قال لي لا، محمد الشناوي افضل حارس في افريقيا. محمد الشناوي، ودي رساله برضو لاولادنا وناشئينا الحراس في قطاع الناشئين، علشان توصل وتكون زي محمد الشناوي في يوم من الايام لازم تتعب، لازم تجتهد في التدريبات، لازم تخلص، لازم تشتغل على نفسك كتير. محمد الشناوي فترة من الفترات خرج إعارة وراح البتروجيت وراح طلائع الجيش واشتغل على نفسه كتير ورجع
وكان دايما ليه هدف، هدف ان انا اكون حارس مرمى مصر في كأس العالم. وفعلا تحققت حلم محمد الشناوي علشان يشتغل على نفسه. محمد الشناوي يعني بفضل الله وبفضل اللعيبه وبفضله النادي الاهلي دلوقتي بيحقق بطولات سواء افريقيه او سواء محليه، دوري وكاس او برزيه كاس العالم. الشناوي نموذج ومثل لكل ناشئ. اتمنى كل ناشئ، مش شرط يكون حارس مرمى، خد اخلاصه وخد تعبه وخد اجتهاده وخد صبره علشان يكون نموذج ليك وهدف ليك. ايضا كمان محمد الشناوي شوف يعني صفاته وسماته الشخصيه اللي تغيرت بعد ما اصبح قائد للنادي الاهلي وكابتن الفريق النادي الاهلي. محمد الشناوي اللي ليه فضل كبير بيحتوي اوضه اللبس دلوقتي، اوضه اللبس اللي بقت موجوده في النادي الاهلي دلوقتي بقت اكثر هدوءا علشان كده الناس اللي راحت لنقطه مباراه طلائع الجيش والاداء السيء ولاعيبه النادي الاهلي ومحتاجين كتير، انا من هنا رايح للقطه احسن بقى، لقطه طول ما هي موجوده عمرنا ما نخاف على النادي الاهلي طبعا، يعني بعد وجود جمهور النادي الاهلي اللي دايما هو السند الحقيقي لفريق النادي الاهلي، وهي كمان اللقطه دي.